في الحقيقة طبعا الكل يعرف أن الكويت تعرضت إلى ظلم وإلى تعسف بعملية إيقاف النشاط الرياضي، والإيقاف يعني بفعل فاعل. لذلك تم الاتفاق أن الحكومة يكون لها دور في تحركها من خلال أيضا وزارة الخارجية ووزارة الشباب والرياضة. ونحن في مجلس الأمة اتفقنا مع الأخ الفاضل رئيس المجلس الأخ مرزوق القانم أن يكون هناك وفد برلماني شعبي يقوم بجولة إلى بعض الدول الخليجية والعربية وبعض الدول الصديقة. المعروف أن يوم 26/2 سيكون موعد انعقاد الجمعية العمومية، ومن جدول الأعمال هو المصادقة على إيقاف النشاط الرياضي. لذلك بإذن الله إن شاء الله سوف نتمكن بإذن الله مع الحكومة في عملية أيضا إقناع كثير من الدول في عملية عدم التصويت على هذا القرار الجائر الظالم للكويت، الذي حرم شبابنا الرياضي من ممارسة هوايتهم، وأيضا حرم جمهورنا الرياضي من متابعة منتخبنا الوطني. نعم أستاذ عبد الله، يعني 12 ناديا جددوا تأكيداتهم للاتحاد الدولي بعدم التدخل الحكومي بالرياضة، ما أهمية تلك الخطوة بجانب تحرككم؟ طبعا الرسالة من قبل 12 نادي هي رسالة واضحة أن الحكومة لم تتدخل، ورغم ذلك تجد أن هناك أيضا تم رفض هذا الكتاب من قبل المكتب التنفيذي. لذلك يعني هذا الكتاب سوف أيضا نقوم بأيضا برسالة إلى الدول الشقيقة والدول الصديقة حتى تتأكد بأن فعلا الأندية الكويتية لم تتدخل الحكومة في اختصاصاتها وفي قوانينها. ما آخر يعني نتائج تحقيقات اللجنة البرلمانية أستاذ عبد الله؟ طبعا بالنسبة للتحقيقات الحكومة زودتنا ببعض الكتب وبعض المراسلات، وكما تعلم أن أيضا الحكومة قامت أيضا برفع عدد من القضايا على بعض الشخصيات الرياضية التي تسببت بالإيقاف. لذلك سوف نتابع من خلال لجنة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الحكومة في عملية أيضا مواصلة التحقيق والوصول أيضا إلى المتسبب الرئيسي بإيقاف النشاط الرياضي. نعم النائب عبد الله الطريجي كنت معنا عبر الهاتف مقرر لجنة الشباب والرياضة، شكرا جزيلا لك.